طال شوقي إلى الحبيب محمد، فمتى لذلك المقام وصول؟ ولقد فنى صبري وزاد تشوقي، ولقد فنى صبري وزاد تشوقي نحو الحبيب ما إليه سبيل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. حقيقة أنا لما زرت الزوايا كثيرة، ولكن لما أتيت إلى هذه الزاوية حقيقة رأيت أشياء عجيبة جدا. هذه الزاوية معنى تمتاز بالترتيب والتنظيم وأمور كثيرة جدا مما حقيقة واحد يبهر بما يراه فيها. ومما تقوم به هذه الزاوية، هذه الدروس المحمدية، هي حقيقة حسن وصد منيع جدا من معنى انفلات الشباب إلى ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى. وهي معنى هذه الدروس نرى مثلا ما واحد إذا بالنسبة لما قدمت من الشيخ ابن عطاء الله، واحد إذا قرأ هذا معنى وتفهم ما فيه حقيقة يتحصن، يجد في حسن حقيقة عقيدته وروحه وما يتزم بدينه. إذن فهذه الدروس حقيقة نريدها ونريد أمثالها أن معنى تنتشر في قارة الإفريقية ويكون لها معنى صدى في معنى دول الإفريقية. لا أقول إفريقية فقط، ولكن حتى سائر الدول، حتى لا يقول الإخوة لماذا لم معنى حكرت واسعا، ولكن هذا مما نريده. فالله سبحانه وتعالى يجزي بمعنى القائمين عليها بالخير، والله سبحانه وتعالى بمعنى نسأله أن يجزي كل القائمين، وخاصة الشيخ الإمام محمد عبد اللطيف ومعنى أهل بيته الذين هم كما رأيتهم معنى يسهرون، وكذلك مريه كذلك يسهرون، وكل هكذا في الخدمة لله سبحانه وتعالى وفي سبيل دينه وفي سبيل التصوف وفي سبيل معنى هذا الدين الحنيف. الله سبحانه وتعالى يجزي الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.